الثقافة الصحراوية هي ثقافة يعني غنية وثقافة متميزة وفريدة من نوعها، تمتاز بخصائص خاصة بها لا تمت أي صلة بالثقافة المغربية في جميع المستويات، سواء في مستوى اللباس، الصحراويين لديهم لباس خاص بهم بعيدا يعني عن اللباس المغربي، سواء في المعيشة، في المأكل، في التداوي، حتى في الألعاب الشعبية اللي معروفة عند الصحراويين، المجتمع الصحراوي غير متوفرة يعني عند المجتمع المغربي، حتى في اللهجة واللسان، الصحراويين يعني يتكلموا باللهجة الحسانية بعيدا كل البعد عن الثقافة المغربية، حتى من ناحية المسكن، مسكن الصحراويين هو عبارة يعني عن الخيمة الصحراوية اللي يقوموا بنسجها من 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 يعني من الصوف اللي ياخذوه من الإبل، من الغنم اللي يرعاوها. الشعب الصحراوي مثلا عندما نتحدث عن اللباس، هناك الملحفة، الدراعة مثلا، الثام، يعني كثير من الملابس تتميز عن باقي الشعوب. يحاول الاحتلال المغربي على انه يقوم بممارسات يعني خبيثة من خلال يغطي على وجود الثقافة الصحراوية. في بداية الأمر كان الاحتلال المغربي يقول على أنه لا وجود ثقافة صحراوية، فقط هناك لا ثقافة المغربية حسب تعبير الاحتلال المغربي من طنجة إلى القويرة. حاول الاحتلال أول شيء بأنه يستهدف الثقافة الصحراوية من أجل يعني إنهاء أو إبادة العنصر الصحراوي من الوجود، لأنها تشكل خطراً على الدولة المغربية، فهي تميز بين المغربي وبين الصحراوي. كانت أول ممارسة قام بها الاحتلال هي على مستوى هذا الجانب، التراث الثقافي المادي، وأساساً في هذا الجانب الآثار اللي منطقة الصحراء الغربية المحتلة تزخر بعدد كبير من آثار اللي ترجع لحقب تاريخية قديمة، وكذلك هناك مجموعة من مدافن الإنسان القديم اللي هي عبارة عن مقابر، هناك مجموعة من بقايا أدوات حجرية موجودة بشكل كثير على مستوى يعني الصحراء الغربية. أول ما قام به الاحتلال هو طمس تلك الآثار، تدميرها بشكل كلي، لأنه لا وجود يعني بالنسبة له هذه الآثار ما بينت ولا برزت وجود المغرب في منطقة الصحراء. كذلك الاحتلال اليوم يقوم بإقامة مجموعة من المهرجانات اللي هي بالنسبة لنا احنا دخيلة علينا ثقافتنا الصحراوية ولا نعرفوها، ويحاول يبرز على أنها رأي هذه مهرجانات هي تعبر على مغربية الصحراء أو شيء من ذاك القبيل. هذه المخاطر التي يمارسها الاحتلال لتشويه الثقافة الصحراوية ولتشويه السمعة الصحراوية، ولكن حقيقة اليوم نجد أن أغلب الشباب وأغلب الأطفال هم متشبثين، مثلا في الأعراس، تجد أن الأطفال الصغار يرتدون الدرع، والفتيات الصغيرات اللواتي لم يبلغن السن أن الرشد كي يرتدين الملفة يرتدون مثلا الملفة، ووضع النقشة، ووضع مثلا ضفائر على الرأس. هذا هو دليل أنهم متشبثين بالثقافة الصحراوية. هذه المواجهة اللي اصطدم بها الاحتلال المغربي حاول من بعد ذاك توقيعه على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تعنى بتعدد الثقافات، وحاول يبرز للعالم على أنه المغرب يعرف مجموعة من ثقافات متعددة، من بينها ثقافة أمازيغية، ثقافة ريفية، وثقافة صحراوية حسب تعبيره على أنها ثقافة صحراوية مغربية، ويبرزها بشكل مشوه، يبين يعني اللباس التقليدي حاول ما أمكن أنه يبينه بشكل ليس هو اللباس الإنسان الصحراوي الأصيل. أيضا حتى أسماءنا الصحراوية حاول على أنه يمحيها وحيدها ويبدلها بأسماء يعني أخرى مغربية، هذا محاولة منه هو في مغربة الصحراويين ومحاولته في تزوير ثقافته للصحراء. يوم 10 أكتوبر 2010 مخيم قديمزيك الذي هو كان يعني ثورة ثقافية بيّنت للعالم أن هناك شعب يتميز عن الشعب المغربي بالخيم وثقافته وهويته، لأن الخيمة كانت هي المنزل المتنقل، المنزل الحاضن للعنصر الصحراوي في مثلا البدو، لأن الصحراويين أغلبهم كانوا يعيشون في البدو. من بعد تدخل الاجتياح المغربي الصحراوي
المغربي على الصحراويين في مخيم قديميزيك، قام بحرق تلك الخيام اللي أقول على أنها أزيد من 8000 خيمة، ومباشرة من بعدها حرم بناء الخيمة الصحراوية بشكل يعني نهائي على مستوى الصحراء الغربية. حتى الناس في البدو عندما يقومون بناء خيمة صحراوية يتم يعني تجيهم الجيش المغربي يقوم بإزالة تلك الخيمة. حتى على مستوى الشواطئ اللي كانوا معروفين الصحراويين أنهم استعملوا الخيمة كمسكن لهم على مستوى الشواطئ تم منعها. أكثر من هذا يتم استعمال يافطات وضع فيها صورة خيمة صحراوية ووضع عليها إشارة المنع ومكتوب ممنوع نصب الخيام. هذا ليس فقط استهدافا للخيمة ولكن أساسا هو مستهدف فيها هويتنا. هناك الكثير من النساء تعرضن للضرب والتجريد من الملابس والسب والشتم وإصافتهن بكلام ساقط وقبيح ولا ينتمي إلى الإنسانية بشيء. الاحتلال اليوم يحاول يستهدف لباس الصحراوي، يمنع تواجد الملحفة والضراعة على مستوى المدارس وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، حتى على مستوى الوقفات اللي تدخل فيها الجماهير، الوقفات السلمية في إطار المقاومة السلمية، يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي يرتدين الزي التقليدي، وكذلك الرجال الذين يرتدين اللباس أو الدراعة اللي هي لباس الرجل الصحراوي، يستهدفهم بشكل مباشر، يقوم بقمعهم بالدرجة الأولى. يستهدف الملحفة لأنه يعرف أن المرأة الصحراوية محافظة ويضربها في أماكن حساسة، لأنه يعرف أنها لن تلتقط صور كي تروجهم في المحافل الدولية، لأنها امرأة محافظة ولا تريد أن مثلا تظهر عورتها لأي كان. إحدى المظاهرات تعرضت إلى الضرب من طرف أحد الجلادين المغاربة وهو في مرتبة ضابط، قام باستهداف فمي وأنفي وهو يقول يجب أن أكسر لك هذا الفم كي لا تتحدثين مرة أخرى على تلك التلفاز، يعني التلفزيون الصحراوي. المرأة بالنسبة لنا وقيمتها داخل الثقافة الصحراوية أكثر من قيمة الرجل. دور المرأة الصحراوية هي منشئة الأجيال، مربية المناضلين. دور المرأة في المقاومة السلمية حضورها بشكل دائم. تقوم المرأة الصحراوية بتربية الأجيال، بسرد تاريخ مثلا الأجداد والآباء أنهم كانوا محترمون ويحترمون الآخر، أن يبتعدوا عن كل ما يشيب الإنسانية وكل ما يشيب العنصر الصحراوي. البنت يجب أن تكون محافظة، أن تكون يعني محافظة على زيها، محافظة من خلال معاملتها مع الغير. المهم على أنها تحافظ على الشباب، تحافظ على الأطفال، تربيهم تربية وطنية صحراوية أصيلة. وربما في مواجهة سياسة الاحتلال اللي تواجه فيه الأطفال والشباب كان دور المرأة بالدرجة الأولى هو الرئيسي في مواجهة تلك السياسة. حاول المغرب بسياسته يعني تجهيل الشباب، يحاول إعطائهم شواهد، سواء شواهد إجازة أو الماجستير أو الماستر أو غيرها، ولكن يكون ذلك طالب فارغ من محتواه الثقافي. يتم منع الطلبة الصحراويين من ولوج بعض التخصصات مثل الطيران والتطبيب الطب وغيرها، منع الصحراويين من ولوج هذه المدارس. الاحتلال يدرس للأطفال الصحراويين خريطة وجغرافية، جغرافية الصحراء الغربية بطريقة مغالطة. مثلا عندما يدرس يأتي الطفل إلى المنزل ويقوم بوضع واجباته المنزلية كي يعمل درسا معين، فيقوم الأب أو الأم بنصحه أن هذه مغالطة، هذا ليس صحيح، هذا تاريخ ليس تاريخ الصحراء الغربية. تدرسهم ارتباط الصحراويين بالعرش العلوي وبالعرش الملكي وشيء من ذاك القبيل، كذلك تدريسهم بالإضافة للغة الفرنسية، يتم إضافة اللغة الأمازيغية وتعليمها للأطفال الصحراويين على مستوى الصحراء الغربية ومدارس الصحراء الغربية، ويتم إبعادهم بشكل يعني نهائي عن حتى اللهجة الحسانية ولحتى عن عاداتهم وتقاليدهم وطباعهم. فرشة للجلسات مثلا الزربية، مثلا الوسادة، هناك طرق، طريقة الفراش الصحراوي مختلفة تماما عن الطرق الأخرى. أصبحت اليوم الناس، أصبح الاحتلال المغربي اليوم يشتري ذلك الأثاث من الأسواق من أجل أن تنقرض من الأسواق، ويقوم بوضع مثلا
أفرشة متطورة مثلا، وحتى زخرفة الأرض والسقف وكذا أصبح اليوم متطور، وهذا يهدد صراحة انقراض السقف. ولكن لا نقول بأنه انقرض تماما، لأن الصحراويين متشبثين لحد اللحظة بأثاثهم التقليدي وبزيهم التقليدي. تقصير يكون في الأرض المحتلة نتيجة الاحتلال والضغط، نتيجة الاحتلال والضغط والمطاردات ويعني والانتهاكات التي تمارس بشكل يومي. لكن هناك مثلا جمعية متخصصة في هذا المجال تقوم بتوثيق الكثير من ما يطال الهوية الصحراوية والثقافة الصحراوية، وأيضا تشرف على تنظيم منابر كي تعرف بالثقافة والهوية الصحراوية وخصوصا للأجيال الصاعدة. قاموا الصحراويين بتأسيس إطار مثلا ثقافي سموه الجمعية الصحراوية لحماية ونصر الثقافة والتراث الصحراوي. طبيعة الحال هو إطار فقط على مستوى الصحراويين، لأنه ممنوع من الترخيص من طرف دولة الاحتلال، لأن أنشطة ممنوعة من طرف الاحتلال. أكثر من هذا، في حالة تنظيمهم الندوات أو لقاءات تواصلية أو حملات تحسيسية، يتم محاصرة المكان ومنع المناضلين ومنع الصحراويين من الوصول إلى ذلك المكان اللي ينظم فيه النشاط. الشباب اللي أصبح اليوم مهجر إلى دول الدول الأجنبية هو نتيجة صراحة الاحتلال، لكن الحمد لله متشبث أكثر بهويته وثقافته من الشباب الذي يتواجد في المنطقة. فيه نوع من الخطر، لأنه احتكاك الشباب ثقافات أخرى بعادات أخرى، وخصوصا هو في مرحلة الشباب، هذا يشكل بالنسبة لنا خطر في ضد الحفاظ على هويتنا. لكن في نفس الوقت حاولوا الصحراويين استعماله كسلاح مضاد. من خلال ماذا؟ من خلال على أن نستغلوه للانفتاح للخارج والتعريف بثقافتنا على مستوى الخارج. اليوم جاليتنا المتواجدة بمعظم دول أوروبا وفي أمريكا وفي معظم الدول الخارجية اليوم قاموا بتنظيم مهرجانات، ولو مهرجانات بسيطة لأن إمكانيات هي قليلة، ولكن ارتدائهم للزي، عرضهم لمصنوعاتنا التقليدية على مستوى الخارج، إقامة حفلات غنائية على مستوى الخارج لتعريف ثقافتنا، هو كيف ما قلت فيه خطورة، لكن في نفس الوقت الصحراويين استغلوه من أجل التعريف بهذه الثقافة على مستوى الخارج. كذلك إقامة مهرجانات ثقافية، هناك العديد من الفنانين الصحراويين متواجدين بالخارج لا زالوا لحد الساعة متشبثين يعني بفنهم. هناك رسائل يقوم بإرسالها والتعريف بالقضية الوطنية من خلال هذه الثقافة، ويحاول أن يبتعد عن الثقافات الأخرى لأنه يحس أنه مستهدف، هو مستهدف في وطنه من طرف الاحتلال وكذلك مستهدف من الغرب. قل للمرأة الصحراوية ثابري وصامدي وحافظي على هويتك وتمسكي بعلمك وتمسكي بزيك. بالرغم من سياسة الاحتلال، إلا أنه هذا الشعب لا زال محافظ على هويته، محافظ على أصالته، محافظ على عاداته وتقاليده. الحقيقة تحية لهم، ومزيد من الصمود ومزيد من يعني تحدي الاحتلال ودسائسه في هذا الجانب. الرسالة الثانية هي الاحتلال، أقول للاحتلال على أنه بالرغم من كل المخططات وبالرغم من كل الدسائس اللي ينهجها من أجل طمس هوية الشعب الصحراوي، أقول له لأنه سيكون فاشل، طبعا فاشل في وجود شعب واعي، في وجود شعب مؤمن بقضية، في وجود شعب مؤمن بأهمية تشبثه بهويته الثقافية الأصيلة.